بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في المحاضرة 37، هنتكلم فيها على البروتياس والبروفيدنشيا والمارجانيلا. في هذه المحاضرة هنتكلم أول على الصفات الأساسية لهذه الجينس بروتياس بروفيدنشيا ومارجانيلا. أول أمر اللي كلهم جرام نيجاتيف باسيلاي. النقطة الثانية إنه كلهم هايلي موتايل. النقطة الثالثة الثالثة إنهم نان لاكتوز فيرمنتر بالتأكيد. النقطة الرابعة إن كلهم يوريز بوزيتيف. النقطة الخامسة إنهم بعضهم عندهم الفينايل أنيل دي أمينيز بوزيتيف، وده طبعا كلهم اللي هم البروتياس والبروفيدنشا والمارجانيلا كلهم عندهم الفينايل أنيل دي أمينيز بوزيتيف، ودول زي ما قلنا بيفرقوا عن قضية السلمونيلا والشيجيلا اللي هم أساسا نيجاتيف. زي ما قلنا الفينايل أنيل دي أمينيز بيكسر الفينايل أنيلين إلى فينايل بايروفيك أسيد والأمونيا، لما نحط عليها الفيرا كلورايد هيتحول إلى جرين كلر زي ما انتم شايفين. مورفولوجي أند كلتشر للبروتياس. هنتكلم في البداية على البروتياس. هنتكلم على البروتياس كمورفولوجي بالنسبة لها اللي هي جرام نيجاتيف باسيلاي، وهي بوليمورفيك تعتبر هايلي موتايل نان كابسوليتد ونان سبور فورمين. موجودة أكيد في الانتستين، وموجودة كمان في السابروفايتس في السويل أند الوتر. في البروتياس لهم تو سبيشيز اللي هي بروتياس فوليجاريس والبروتياس ميرابليس. طبعا كيف نفرق بينهم؟ إن الاندول بوزيتيف للفوليجاريس والاندول نيجاتيف للميرابليس. الهمة طبعا في الكلشر فكلتة فاليروبز، ولها كاركترز بتعمل على نيوترينت أجار، بتعمل على حتى على نيوترينت وعلى بلاد أجار سوارمينج لأنها هايلي موتايل. زي ما انتم شايفين السوارمينج كمان على البلاد أجار. على الماكونكي أجار ما بتعملش سوارمينج لأن فيه بايل سولت، فبالتالي ما تعملش سوارمينج، بتعمل نون لاكتوز فيرمنتر. الديزيز اللي بتعملها اكيد اليو تي اي انفكشن، واليو تي اي انفكشن مع البروتياس مرتبط بالستون فورميشن بتكون الحصوات خاصه في البروتياس ميرابليس. ليش؟ لان البروتياس ميرابليس الرابيد يوريز اكتيفيتيز بتحدث خلال ساعتين. تخيلوا ساعتين اللوقاد اليوريز موجود، فبالتالي ذا حيكون الكلاين. لما يكون الكلاين كل الايونات زي الفوسفيت زي الكالسيوم يحصل لهم اجريجيشن، وبالتالي يتكون قضيه الستون. ودي فقط ناتج لانه فقط الملابلس انها رابيد يوريز اكتيفيتي. بالتاكيد وند انفكشن، لانه اي وند حصل له كونتامينيشن باي بكتيريا حيحصل وند انفكشن. ممكن تعمل اوتايتس ميديا برضه، ممكن تعمل كمان نيمونيا. اللاب دياجنوسيس سهل جدا بالنسبه للبروتياس. بناخذ العينه اكوردنج سايت اوف انفكشن، بنزرع على فاكلتي انيروبز على الماكونكي على نيوترنت اجار. على النيوترنت اجار بنشوف الكولونيز وذ السوارمينج، على البلاد اجار كمان بنشوف السوارمينج، على الماكونكي اجار بنشوف نان لاكتوز فيرمنتر. كيف نفرق بينهم؟ سهله جدا. الH2S برودكشن في المرابلس بيكون بوزيتيف، بينما في الفولجارس فاريبل. بالنسبه للاندول في المرابلس نيجاتيف، لكن في الفولجارس بوزيتيف. التريتمنت فيري سمبل، انه يوجوالي بيكون سنسيتيف للثيرد جنريشن كيفالوسبورينز، يعتبر سنسيتيف. طبعا هم اكيد ريزيستنت للانتي بايوتكس، وبالتالي يفترض ان احنا نعمل انتي بايوجرام سستبيليتي. كمان الامينو جلايكوسايدز بتستخدم وتعتبر افكتيف. ده بالنسبه للبروتياس. تعال نشوف المارجانيلا مارجاني عند البروفيدنشيا ريتيجري. هم دول شبيهين للبروتياس، لكنهم يعني وضعوهم في سبريت جينرا، لانهم في لهم ديفرنت في المولكولر دي ان اي ستاديز. الدي ان اي حقهم مختلف شويه، فبالتالي وضعوهم في جينرا لوحدها. اذا هم شبيهين مع البروتياس في اكثر من كاركترز، انهم موجودين في السويل اند الووتر، موجودين في الانتستين بالنسبه كمان للماء. اكيد هم جرام نيجاتيف باسيلاي، بيعملوا ديزيز لليو تي اي انفكشن، اكيد موجودين في الستول حيعملوا اللي هو اليو تي اي انفكشن. كمان ممكن يعملوا قضيه ما نسميها بالنوزوكوميال انفكشن او الهيلث كير اسوشيتد انفكشن، انه الانسان ممكن ياخذ الانفكشن لانهم موجودين ممكن في الهوسبيتالز. اكيد وند انفكشن اور وند سيبسس. بالتاكيد احنا الفرق بينهم انهم ما فيش سوارمنج نيترنت اجار اور بلاد اجار بالنسبه للمارجانيلا مورجاني عند البروفيدنشيا ريتيجري.
كيف نفرق بينهم؟ نفرق بينهم بالاندول بالاورناثين دي كاربوكسيليز. الاندول بوزيتيف في الريتجري وبوزيتيف كمان في المورغاني، لكن الاورناثين دي كاربوكسيليز نيجاتيف في الريتجري لكنه بوزيتيف في المورغاني. H2S production negative في الاثنين، اليوريز ايضا positive في الاثنين. الغاز formation، الغاز from جلوكوز بيكون موجود في الريتجري، مش موجود في الريتجري لكنه موجود في المورغانيلا مورغاني. اكيد هم resistant للانتيبايوتكس، وبالتالي مفروض نعمل antibiogram susceptibility. الثيرد جنريشن كيفالوسبورينز يعتبر كمان من drug of choice. كنت معكم فيما مضى حول اللي هم البروتياس والبروفيدينشيا عند المورغانيلا. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.